الأشجار من كل الأعشاب الضارة، لأنك لو بذرت البذور في أرض مليئة بهذه الأعشاب الضارة والأحجار فإنك إنما تتعب نفسك وتبذل جهودا في غير طائل. فكان لابد وأنت تريد ثمرة من هذه الأرض أن تطهرها وتطيبها وتحرثها وتدرها عاد تبذرها. فتخلية هذه الأرض، هذه الأرض هنا، هذه الآنية محط نظر الله تعالى، لابد من العمل على تزكيتها أي تطهيرها بإيصالها بربها بمعرفة ربها ومعرفة رحمة ربها ونعم ربها حتى تصاب بالحياء من ربها فتستحي من ربها وتشتاق إلى ربها. فإن العبد جبلت نفسه على محبة من أحسن إليه. فاعلم يا عبد الله أن الله أحسن إليك إيجادا وأحسن إليك إمدادا وأحسن إليك إرشادا، فكيف لا تحبه سبحانه؟ فإذا أحببته أحببت منهاجه، وإذا أحببت منهاجه اعتنقته. إذن فلا بد من تزكية النفس وتطهيرها من كل هذه العراقيل التي تحول بينك وبين الترقي في طريقك إلى الله تعالى سبحانه عز وجل. فإذا زكيتها بعد ذلك تنمي الخير فيها، فالتنمية أي زيادة الخير في القلب لا يطمع فيه العبد حتى يطهره من الشر. فكيف يمكن أن تضع الخير على الشر؟ فإن وضعت الخير على الشر كمن يضع زيد الخل في الزيت فيفسد الزيت. فلا بد من تطهير هذه الأرض من كل الشوائب، ثم بعد ذلك ازرع فيها الخير لكي ينمو فيها الإيمان ومحبة الله ومحبة رسول الله ومحبة الآخرة ومحبة الخير لعباد الله. فأراد الله تعالى بعد ذلك ونحن ندخل في عالم التزكية، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، أراد الله سبحانه عز وجل أن يعيننا بوسائل تعيننا على التزكية. ومن جملة الوسائل عبادة، هي ركن من أركان الإسلام. فالنبي من مزكاها نعمل على طاعة الله ورسوله في مجاهدة النفس لتزكيتها. إن الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن أعطى لنا وسائل للتزكية: ذكر الله تزكية، تلاوة القرآن من أعمال التزكية ووسائل التزكية، صلة الأرحام من وسائل التزكية، بر الوالدين من وسائل التزكية، كل شيء. ولكن الصدقة سميت بالزكاة، تشترك مع التزكية في الاسم. فكأن الإسلام يقول لك إذا تشعبت عليك شعب الخير التي تعينك على التزكية فإن اختصرت لك عمل التزكية في عمل واحد هو الزكاة. أي أن أعظم ما يحرر القلب من الشح ويطهر القلب من أمراض التي تكون نتيجة الشح، واسمه الأمراض اللي نتيجة الشح واسمه البخل زين، الخوف، الجبن، قاع المسائل المريضة، الأصل تحشح الله يحفظه ويستر، نسأل الله العفو والعافية. فكان من أعظم وسائل تحرير النفس من عبوديتها للمال، وقد جبلت النفوس على محبة المال، وإنه لحب الخير لشديد، تحبون المال حبا جما. فإذا صار الإنسان عبدا للمال لا خير فيه، فتعس عبد الدرهم وتعس عبد الدينار وتعس عبد الخميصة وتعس عبد المرأة. بعض الناس يحبون دائما أن يسألوا في مجال الدين، فتقتصر أسئلتهم عن الأسئلة في الصلاة والعبادات الأخرى، لكنهم لا يسألون عن الزكاة. تجده يأتي إلى الصف الأول يحافظ على صلاة الصبح، وتجده يذكر الله كثيرا كما يبدو للناس،
ولكن قلما تجده يسأل عن الزكاة، فيعيش حياته كلها عياذا بالله ولا يحب أبدا أن يتحدث عن محبوبه، لأن الزكاة هي دعوة الله تعالى للمكلف على وجه الإيجاب أن يخرج من مال الله الذي استخلفك فيه حق معلوما ليرد على فقراء الأمة. فالله ابتلى صاحب المال بالمال لينظر أيشكر أم يكفر، وابتلى الفقير بالحاجة لينظر ربك أيصبر أم يجزع أم يسأل، ويسيح ماء وجهه في الأرض بالسؤال. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاني. كلا، إذا أكرمتك بالمال لم أكرمك، إذا قدرت عليك المال لم أهنك، أنت من أعطيتك المال ابتليتك ليرى ربك سبحانه عز وجل أتستعمله في مرضات صاحب المال وتعمل فيه وفق شروط صاحب المال الذي استخلفك فيه، أم أنك تطغى به. كلا إن الإنسان ليطغى فيصير عبدا للمال. وأنت إذا قدرت عليك الرزق وضيقت عليك ذات اليد فإنما هو ابتلاء من الله لك لينظر أتعيش مستعففا عفيفا عزيز النفس، أم أنك عياذا بالله تدفعك المسغبة إلى أن تذل نفسك لمخلوق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. اختصر الله لك طريقة التزكية باش بتحرير النفس لعبوديتها للمال. شوف، إذا ظلت النفس شحيحة، اسمع سيدي، وتحب المال زيد ولا تريد أن تخرجه كما أمر الله تعالى، هذا إنسان زيد لا تتعب نفسك معه في دعوته إلى التزكية بالوسائل الأخرى. قد يذهب معك بعيدا في قيام الليل، قد يذهب معك بعيدا في قراءة القرآن وحفظ كلام الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كيقول الصلاة نور والصدقة برهان، أي الدليل على صدق الإيمان هو تحرير النفس من عبودية المال. الصدقة برهان، دليل على صدق الإيمان إذا تحرر القلب من عبوديته للمال. الله أكبر. ولذلك قال تعالى في كتابه الكريم، شو من يبقى سيد ربي يتكلم عن الفلاح، حينما يتحدث القرآن عن الفلاح فإن المولى يذكر مجموعة من الأعمال مجموعها يؤدي في الأخير إلى الخلاص والفلاح. يقول سدر ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربه وأولئك هم المفلحون. شحال من أعمال بزاف، فيختصرها الله فيقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أردت أن تختصر طريق الفلاح، من يوق شح نفسه أي من استطاع أن يقي نفسه من الشح وأن يحرر النفس من عبوديتها للمال فقد أفلح. قال تعالى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل توثرون الحياة الدنيا. لماذا؟ لماذا قد أفلح من تزكى؟ لأن أغلب الناس يسقطون في الامتحان لأنهم يوثرون الحياة الدنيا على الآخرة، لأن قلوبهم لم تتحرر عياذا بالله من عبوديتها للمال، أصبحت الدنيا هي همهم. من أصبحت والدنيا همه جعل الفقر بين عينيه وشتت الله عليه شملة، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. الخلاصة من مقاصد بعثة النبي الزكاة تزكية. هنالك وسائل كثيرة للتزكية، جعل الله أهمها الزكاة، أي العبادة المادية المالية التي هي ركن من أركان الإسلام الخمسة زيد، فهي طريق الفلاح.
فإن طريق الفلاح يمكن أن يحصلها الإنسان بطاعات كثيرة، لكن الله تعالى سبحانه جمع الفلاح واختصر الفلاح كله في تحرير النفس من عبوديتها للمال. ومن يوق شح نفسه، الله 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 الله. ولذلك اسمع الآن في الكلمة الثانية بعد هذه التوطئة، ما هو فضل الزكاة؟ يقول تعالى في سورة التوبة، اسمع، خذ من أموالهم، زيد، صدقة، ماذا تفعل؟ تطهرهم بها، زيد، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. خذ من أموالهم صدقة. يا كاسي، ماذا تحدث الصدقة؟ تطهير وتزكية. نبدأ إن شاء الله مع المقصد الأول، التطهير. تطهر ماذا؟ تطهر نفس المزكي من عبوديته للمال، يطهر الذي يعطي. الله الله الله. ثانيا، تطهر قلب المعطى له من الحقد الذي يمكن أن يضمره للغني إذا لم يؤدي حق الله في مال الأغنياء للفقراء، فيحدث ما يسمى واسمه بصراع طبقي. ومن خلال الصراع الطبقي دخلت الشيوعية إلى البلاد الإسلامية، كما قال ماركس: أيها الصعاليك اتحدوا، واللي كيسموها ثورة البروليتاريا. ما معنى ثورة البروليتاريا؟ ثورة شكون؟ صعاليك الفقراء ضد الأغنياء الذين يمتلكون وسائل الإنتاج. إذن فهي واسمه في الأول، واسمه الدير هي تطهر نفس المعطي. كدير طهره كيولي واسمه هو سيد المال وليس خادما للمال، سيد المال أي المال في يده الذي استخلفه الله فيه، يفعل فيه زيد وفق شروط صاحبه: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ثم يطهر شكون؟ المعطى له. باش يطهرها تلك النفس التي ترى الغني يتمتع بالنعم وقد حرم منها، فيحدث عنده في قلب حقد على الغني، لكن لما يأتيه من الغني ما يسد به إن شاء الله تعالى حاجته يذهب الله الشحناء عن طريق التكافل، وتتقوى الجبهة الداخلية، وتسد كل الثغرات التي منها تدخل تلك الأفكار الهدامة، بحال الشيوعية، بحال هذه الدعوات التي تؤدي إلى الصدام داخل الأمة. ثم ثالثا، تطهر ماذا الوخش؟ وزيده تطهر ماذا؟ تطهر المال، فإن مال الزكاة إذا بقي في مالك فهو سم. ما أضاع مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. وإذا أردت أن تحصن مالك فأخرج الزكاة، فإن بقيت الزكاة في مالك سلط الله المحق على المال الذي بقي فيه حق الله في أموال الأغنياء لصالح الفقراء. أقل علي هذه مزيان، أقل علي مزيان. احنا نعرفوها في البادية، كنا من إن شاء الله تعالى في اللحة كنا نخرج الزكاة في النادر، ونعرف السيد إن شاء الله تعالى اللي ما يخرج الزكاة غيفوت العام يدير في المطبورة ياكلوا له الكوز، يعني في الساعة نعرفوا ذاكش. بينما المال مزكى أقسم بالله يبقى 20 عام أنا هذا شاهد وعيان، يظل 20 سنة. وإذا حفرت عليه، كنا نديره مطامر، فإذا حفرت عليه وجدته كأنك أنتجته هذا العام. الله الله، هذا عيانش شعيانش، لأن الله يحفظ المال المزكى، لأنك إنما تطيع الله في المال، وإذ أطعت الله في المال تولى الله حفظ مالك. اللي ما يخرج الزكاة يبلع الحانوت ويمشي، يبلع الحانوت ويمشي، ويجي الفار 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 صادم، ويمشي عند الظلاميت ولا عند الآخر ويشعل كل شيء ويسمع مش عارف ويقوي يسقسيه: ما الذي كان السبب وراء احتراق كل هذه الأسواق؟ سوق قداش يقع فيه تماس للكهرباء، ما من مصيبة تصيبك إلا بذنب تذنبه. والله كان يقول أحدهم: والله إني حينما أذنب الذنب أعرف ذلك في خلق حماري،
حتى حماري يعصيني، فأرى شؤم المعصية في خلق حماري وفي خلق خادمي وفي خلق ولدي. لأنك إذا طعت الله طوع لك كل الخلق، وإذا عصيت الله طوعك أنت لكل الخلق. ولذلك الثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى اسمه تطهير المال. فالمال الذي يبقى مال الزكاة فيه هو مال زيد خبيث، والمال ديال الزكاة اللي يبقى مع الفلوس المجموعين يخبثوا كل شيء. ولذلك واحد السيد يقول لي واش يمكن لي ان شاء الله تبارك وتعالى المال ديال الزكاه نخرجوا، ما عنديش ذاك السيد اللي بغيت نعطي له ما راهش هنا، بغيت نخلي واحد 4 ايام ولا 5 ايام حتى نسافر. واش نقول له؟ خرجوا بالتجاره، اياك ان تتعامل به، فانك ان تركت مال الزكاه مع مالك وصرت تبيع وتشتري بمال الزكاه، ان كنت صادقا فاخرج الزكاه زيد مع الربح الذي تاخذه حسب نسبه مال الزكاه، لان ذلك المال الذي شغلته في ذلك الوقت هو مال الفقير ليس مالك. خرجوا وما تخدمش به ان شاء الله تعالى حتى تعطي له. فانك ان ادخلته الى ذلك فانك تفسده، ويوشك ربك سبحانه ان يفاجئك بطامه. احذر. هذه الثالثة تطهير المال. الرابعة واسمه تطهير المجتمع كله حينما يخرج الأغنياء الزكاة. كيفاش يا سيدي ربي؟ ما فهمتش يا سيدي ربي، كيف يطهر الله تبارك وتعالى هذه المجتمعات؟ يطهرها من الأحقاد زيد، يقذف في قلوب العباد المحبة في الله. يطهر الله المجتمع عياذا بالله من الأفكار التي تدعو إلى الحسد والتحاسد والبغضاء. يذهب الله به الزكاة زيد الشحناء في القلوب، البغضاء في القلوب، يقذف الخير في القلوب. فإذا بالمجتمع كله، المجتمع المتكافل اسمه مجتمع طيب طاهر مستعف غني يحب بعضه بعضا. هذه الرابعة والخامسة هذه كل شيء تطهر. من بعد يزكيهم أي ينميهم، بعد التطهير يزكي ماذا؟ يزكي قلب المؤمن زيد بزيادة إيمانه وتقواه والخير فيه. فكلما اسمع الوقت، كلما أخرجت المال لله زيد فأول من ينتفع به هو أنت، فإن أثره تجده في قلبك، فيوسع الله صدرك ويشرح صادرك. قال أحدهم والله إني لأحوج إلى أجر الصدقة من حاجة المسكين الذي أخذها، والله حينما أرى المسكين يأتيني أقول له مرحبا بمن سيحمل زادي إلى الله يوم القيامة. تخيل معي لو لم يوجد المسكين الذي أخذ منك الصدقة وهو بريدك إلى الله تعالى لكي يعظم أجرك بين يدي الله. تخيل قالنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يخرج فيه الرجل بالزكاة والصدقة فيسأل عن المسكين فلا يجده، ويمر على الأرض وقد أخرجت ذهبها وماسها، فيقول لهذا كان يتقاتل الناس، لهذا كان يتقاتل الناس، هذا الذي كان يتقاتل عليه الناس ها هو الآن. هذه من علامات الساعة، تخرج الأرض كنوزها، فيخرج الرجل الزكاة والصدقة فلا يجد أحد يقبله. قالوا لو أخرجتها قبل ذلك قبلنا، أما الآن وقد أخرجت الأرض كنوزها، ها هي الكنوز التي كان يتقاتل عليها الناس وكانوا يكنزونها ويحبسونها على الناس حتى ظن الناس أن لها قيمة، حتى صار الناس يعبدونها ويتقاتلون من أجلها ويتحاسدون ويتنافسون وتزهق الأرواح والأنفس دونها. إذا فيزداد الخير، يزداد الخير في القلب حينما يتصدق، مش غير طهر، يزداد الخير. تخيل دائما تعطي ضيع. جاء نقول لكم واحد القاعدة، عقلوا على هذه القاعدة الوحش. لا يبلغ المسلم درجة المتقين حتى يكون العطاء عنده أحب إليه من الأخذ. الله، لأن الله يحب العطاء ويحب المحسنين، واليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا تنزل إلى اليد السفلى هي الأعلى، لكن حينما تفعل هكذا تجد أن يد الله سحاء بالليل والنهار.
تعطي الخير لمن يعطي. أنفق ينفق عليك. أنفق يا رسول الله ولا تخش من ذي العرش إقلالا، كما قال عبد الله بن حذافة استهمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وإن ملكين ينزلان في صبيحة كل يوم إلى الكعبة، أحدهما عن اليمين يقول اللهم ارزق منفقا خلفا يزيد الخير، والآخر عن شمال بيت الله الحرام يدعو فيقول اللهم ارزق ممسكا تلفا، فيزداد الخير في قلب المؤمن. ثانيا، يزداد الخير في قلب المعطى، لا مش يطهره من البغضاء، يزيد الخير فيه. واسمه الخير أنه يتمنى زيد لو أن الله تعالى رزقه مالا زيد فيساهم هو في العطاء كما يساهم الأخ. قال رسول الله الناس أربعة أصناف: رجل آتاه الله ما علما ومالا، ورجل آتاه الله علما ولم يؤت مالا، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤت علما، ورجلا لم يؤت علما ولا مالا. واسمع إلى أصنافهم ودرجاتهم عند ربك في كيفية التصرف في المال. فأما الذي رزق علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه وإيمانه، أي أن الحاكم في المال هو شرع الله، أي أنه يعمل في ماله بما علمه الله، أي أنه يعمل في مال وفق شروط وضعها مالك المال وهو الله، فيخرج زكاة المال ويسلط المال على هلكته في الحق. وهذا هو الذي يغبطه الناس، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آته الله مالا طيبا فهو يسلط على هلكته في الحق. قال هذا من أعلى المنازل عند الله يوم القيامة. الله الله، ما قالكش دار ذي كلها، قالك المال والإيمان والمال. أنا كنت أقول لك بالاختصار تاع الطريق للجنة: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ورجل آتاه الله علما، أي إيمان. ما معنى العلم؟ العلم النافع، العلم اللي كيقول في صدر ربي إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم الذي يورث الخشية وتعظيم الله سبحانه، كيقول في النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤت مالا فهو يتحسر ويقول لو أن الله رزقني مالا لفعلت فيه فعل فلان، أي الذي أوتي علما ومالا، يغبطه لكونه ينال الدرجات العلا بالإنفاق الذي يفتقده هو. كما قال فقراء المهاجرين لرسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولكن الله رزق رزقهم المال فيتصدقون، ونحن لم نرزق المال فلا نتصدق. فهو بمنزلته باش منزل بالنية، بالنية. الثالث: رجل آتاه الله مالا ولم يؤت إيمانا، أي مقطوع الصلة بالله، أي الذي رزقه المال زين لا يعرفه ولا يعرف صاحب المال. يقولك مال مالي، إنما أوتيته على علم عندي. قال أنا أكثر منك مالا وعز نفرا. قالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، طغت نفسه فحجبت عن معرفة الله فصارت عياذا بالله مهينة، فبدل أن تعبد الذي يعطي عبدت والعياذ بالله عرضا من الدنيا. فماذا فعل في هذا المال؟ ليس له علم ولا إيمان، يطغى به ويقطع به الأرحام ويتجبر ويظلم. يقول له نخسر على بابه كيلو، نخسر على بابه كيلو. قال فهذا في أشر المنازل. ورجل ما آتاه الله لا مالا ولا علما فهو يقول وددت لو أن الله رزقني مالا لفعلت فيه فعل ذلك المجرم، فهذا صاحب هذه الفكرة، ذي فكرة، هو في منزلة ذلك. فهي تنمي الخير في قلب المعطى، لا. واسمه يقول وددت لو أن الله أعطاني مالا زين لفعلت فيه فعل هذا الغني الذي أعطي. يقول لي يغبطه، مش يحسده، يغبطه، فينمي الخير في قلب المعطى، لا، وينمي الخير في المجتمع. كيف ينمى الخير في المجتمع؟ عن طريق الزكاة الوغش. تعرفوا ولا ما تعرفش كيفاش؟ تعرفوا ولا ما تعرفش؟ حينما يخرج الغني المال ويعطيه للفقير، ياك ياك أسي.
هذا زاد عنده الإيمان، هذا ولا يغبطوا على الخير، بغى يدير الخير ياك زيد. وفي المجتمع واش بغى يوقع؟ اش من خير اللي غادي يزيد؟ اش من خير؟ الغني يعطي المال للفقير، الفقير فين غادي يمشي بالمال؟ فين غادي يمشي؟ يمشي يتسوق، يمشي للحانوت، يمشي لكذا. ملي يمشي للسوق واش غادي يدير؟ يشري. ملي يشري واش غادي يدير؟ يربح مول الحانوت، يربح مول كذا زيد. مول الحانوت واش يمشي؟ يمشي يجيب على لانكرو، لانكرو واش يمشي يجيب على المصنع، المصنع واش ما تقدوش، يجي يزيد الخدامه، بالخدامه يزيد كذا، يزيد الاستثمار يزيد. فيقع الرواج، لرواج دو ليكونومي كي يقول ليكونومي رواج يعني كيتسمى واسمه كيتسمى كيسمى هذا كيسمى تحريك عجلة التنمية. ولذلك يقولوا بلي الزكاة هي وسيلة من وسائل محاربة الفقر، من وسائل التنمية. الله الله الله، فيزداد الخير باين باين باين. والرابع إن شاء الله تبارك وتعالى يزيد، واسمه يزيد إن شاء الله تبارك وتعالى يزيد. ثم يزداد المال، المال بذاته يزداد يزداد الخير ثم يزداد المال. المال فين ما تمشي يكون متاح، اللي تمشي يسلف له يسلف لك، فين ما تمشي تصيب المال. ملي تصيب الإنسان يعطي الزكاة ومن بعد يعطي القرض الحسن ومن بعد يعطي، يعني هذه النفوس أصبحت واسمه تحب الخير للناس. ولذلك المال بذاته يكون متاح، لأن اللي عنده الشفرة بالله عليه وحابسه وكنزه وخليه محروق، لا لا البنك بالربا يسلفوا الاخرين باش يقتل بابا، فيدخل الأمة والعياذ بالله في حرب مع الله، ويدخل هذه الصدور والعي في ضيق. حينما يحارب الإنسان ربه بهذه الطريقة ينادي منادي من السماء، يا بركة ارتفعي، ويا مصارن اتسعي، ويا بطون لا تشبعي. كلشي يقول ديالي ديالي بالله، اللي عنده شي فرنك راه بالله عليه، كاين شي واحد يقدر يسلف لك اليوم؟ كاين شي واحد يقدر يعطيك الزكاة؟ حتى اللي يعطي الزكاة يبقى يصرفها على الفات الفات، حتى اللي يعطي الزكاة يمشي يعطي والعياذ بالله آخر ما يجد كما سنرى. إذن في هذه معناها خذ من أموالهم الصدقة تزيد تطهرهم، تطهير المعطي، تطهير المعطى له، تطهير المال، تطهير المجتمع، يزكيهم. تزكية الخير في نفس المعطي، تزكية نفس المعطى له، تزكية المال، وتزكية المجتمع، الخير في المجتمع، يفيض الخير في المجتمع. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، إن قضية إخراج الزكاة، عقل عليها النقطة الثالثة، إن قضية إخراج الزكاة زيد من مهمة من جابونا الوغش، من مهمة من، من مهمة من، من مهمة من، من مهمة دولة الإسلام، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فلا بد من إقامة زيد الزكاة في الأمة. من ذا الذي يسأل عنها يوم القيامة؟ حاكم المسلمين. حاكم المسلمين واش خصو يدير؟ ينشئ بيت مال المسلمين زيد، ويؤسس إدارة، هذه الإدارة واش مدير؟ واش مدير؟ تقوم بإحصاء الأغنياء وإحصاء الفقراء وجمع الأموال. وهو هذا واسمه، هذا واحد السهم من الأسهم اللي كتدي الزكاة العاملين على غادي يشوف العاملين على واش غادي يكونوا في، إذا كان ما يكونش منظم بيت المال المسلم واش غادي يكون شي عاملين عليها. إذن فالدولة هي التي تقوم بذلك، واجب أوجبه الله عليها، فإن قصرت زيد فهي مسؤولة بين يدي الله عن تقصيرها. اسمعوا ماذا وقع في تاريخ المسلمين. حينما ارتد العرب بعد وفاة رسول الله، ورمى المشركون العرب عن قوس واحدة، وأرسل أبو بكر من يجمع الزكاة من قبائل العرب، فقالوا لا نعطيه الزكاة، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة، قال لمحمد خذ، ومحمد مات، فليس لكم عندنا شيء.
لم يقل لأبو بكر خذ يا أبا بكر من أموالهم. فرجع جبات الزكاة من عمال أبي بكر بهذا التقرير: يا أمير المؤمن، يا خليفة رسول الله، إنهم يتأولون هذه الآية، هم يصلون ويصومون ويحجون، ولكنهم يؤولون هذه الآية ويقولون أمرنا أن نعطي الزكاة لمحمد رسول الله، فلما مات لم نؤمر بأن نعطيها لخلفائي. يا ربي يا ربي. فوقع نقاش بين الصحابة وخاصة عمر وبعض الصحابة، ومباشرة قال أبو بكر: الرجل الأسيف، ويم الله، ليس هنالك دولة دافعت عن حقوق الفقراء في التاريخ إلا دولة الإسلام، تدافع عن حقوق المهضومين المحرومين. ويم الله لو منعوني عناقا وقال عقالا. العناق تعرف اسمه؟ العناق اسمه العناق معيزة صغيرة، والعقال واسمه هو العقال واسمه هذاك الشكال. لو منعوني عناقا ولا عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله لقاتلتم عليه. واسمعوا اسمعوا اسمه قال: ويم الله لو تخطفت الكلاب خلائل أمهات المؤمنين لقاتلتهم. قال له سيدنا عمر: أتقاتل من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ورسول الله يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وحسابه على الله؟ قال له: الزكاة من حق لا إله إلا الله، والله لأقاتلن. فقال علي: ومع من تقاتلهم؟ فركب فرسا وقال: أقاتلهم بنفسي حتى تنفرد هذه عن سافلتي. ورب يا رب يا رب يا رب. فأخذ سيدنا علي لجام الفرس فقال: عد يا أبا بكر، لا نقول لك إلا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تفجعنا في نفسك يا أبا بكر، عد نقاتل معك. فقام أبو بكر الحسيف، فأخذ عمر وأخذه بتلابيبه يجره ويقول: كنت أعتقد أنك تقف معي، أخوار في الإسلام جبار في الجاهلية. فقال عمر: والله ما فعل ذلك حتى شرح الله صدري للحق، فعلمت أن ما أما رأوه أبو بكر هو الحق. شوف يا سيدي، إذا المسألة الأولى اسمه هي زيد، واسمه هي هي أن مسألة إخراج الزكاة زيد من مهمة دولة الإسلام، ماشي تجمع غير الضريبة، خص الزكاة. هذه الأولى. الثانية: إذا لم توجد دولة الإسلام التي تتحمل أمانة إخراج الزكاة واسمه، يصبح واجبا على كل مسلم، أي أن المسلم أن يخرجها واسمه يخرجها يخرجها طواعية وإيمانا، فليس هنالك سلطة من ورائه تحثه على إخراجها. فلو تكاسل، ولو لم يتعظ، ولو لم يخف الله ما أخرجها، فلا يخرجها اليوم المسلم في بلاد المسلمين إلا من يخاف الله. طبعا في السعودية وفي الكويت وفي قطر وفي بعض الدول عندهم بيت مال المسلمين يقومون بجمعها ورغم كيقوموا بهذا العمل. أما نحن في بلداننا فحينما تملصت الدولة بهذا الأمر، فهذا لا يعني أننا نقول إذا تملصت الدولة ولم تقم بواجبها هي اللي تحمل المسؤولية مشينا، لكن لا، هذا ركن من أركان الإسلام، الدولة تعينك على ذلك، فإن لم تقم بواجبها فهي آثمة، لكنك أنت مطالب في الحالتين معا، في حالة قيام الدولة بواجبها في جبه الزكاة، وأيضا أن تقوم بواجب إخراج الزكاة إذا تملصت الحكومة والدولة الإسلامية من واجبها في إقامة التكافل بين المسلمين عن طريق جبه الزكاة وتوزيعها. خرجها ولا ما بغيتش خرجها؟ النقطة الرابعة، لا ما بغيتش خرجها. أما إذا لم ترد إخراجها فأنت أحد اثنين: أولا
حينما تقوم الزكاة تكون الزكاة زيد من مهمة دولة الإسلام أقل. ندير الأولى الآن دولة الإسلام هي التي تقوم زيد عبر العاملين عليها في جمع الزكاة، وانت ما بغيتش تعطيها. جالك إن شاء الله تعالى عامل بيت مال المسلمين ديال كلوش، ديال كلوش مثلا كاين نقولوا هنا الإمام ديالكم السي أحمد، ديروا السي أحمد هو اللي داروا إن شاء الله عامل على الزكاة في كلوش ياكاس يا. وراه عنده إن شاء الله الليستة، جاب له الشيخ الليستة كاع نتاع الأغنياء، هذا عنده، هذا عنده المعيز، هذا عنده البقري، هذا عنده الفلاحة، هذا عنده التجارة، هذا عنده كذا، هذا عنده كذا، عارفهم وعارف المساكين. وجا في الأول يدور على أصحاب الفلوس ويدير معهم واحد الحساب، يسيبهم كل شيء موجودين الحسابات باش يعطيو له الزكاة 2%، 2.5% نتاع إن شاء الله تبارك الأموال، 10% ديال الفلاحة البورية، 5% إن شاء الله تبارك وتعالى نتاع اللي بورية وسقوية، 2.5% نتاع سقوية، وهكذا. كيفاش الركاز 20% كما وزعها سيد ربي سبحانه عز وجل. يجي عنده فيمتنع الغني عن إعطاء حق الله في مال الله لعامل بيت مال المسلمين في دولة الإسلام. يا سيدي ماذا سيفعل؟ ما اسمه غادي يدير الوش؟ اسمه غادي يدير هذاك؟ سيرفع أمره ليه؟ لمن؟ لقاضي المسلمين. ما الذي سيفعله قاضي المسلمين مع من من تعالى عن تأدية الزكاة؟ زيد يستدعى على عجل، زيد فيعرف بجريمته وهي الامتناع عن تأدية الزكاة. يقول له أتعرف ما معنى أن تمتنع عن الزكاة؟ يقول له مثلا ما نعرفش. يقول له مثلا ما نعرفش. مش عارف. يقول له ما نعرفش. واسمه تشكيل الزكاة هي ركن من أركان الإسلام. ما بغيتش تخرج علاش؟ لماذا؟ علاش؟ خصنا نعرف. يقول لك مثلا هالسي يقول لك أودي أنا ما عارف الزكاة ولا باقي ما جمعتش ولا باقي كذا. هذا واسمه نقول له هالسي هذا. واسمه هذا يبين أنه إنما لم يخرجها ليس 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 كفرا بها ولا جحودا بها، هو يؤمن بها، ولكنه إنما يفعل ذلك تماطلا تكاسلا تغابيا هكذا، مش نفوس هكذا مريضة. فما الذي يفعل مع القاضي؟ واسمه يدير زيد زيد واسمه يدير الحكم اسمه تاع القاضي يلا اسمه ينفذ واسمه يدير في الشرع اسمه غادي يدير بالقوة يأخذوا له الزكاة ياك. هذا هو يأخذوا لك يأخذون قدر الزكاة بالقوة وشطر ماله نص نتاع الملير عقوبة له على امتناعه عن تأدية ركم الكاريس. عقل عليها مزيان الوقت. قال رسول الله نأخذ منه الزكاة وشطر ماله حتى لا يعود. نص نتاع الرزق ديالك يمشي بحال الحاجة الحاجة محمد يديه له هالدار وذيك البلان له والتبن اللي عنده له يخلوه على 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 القص. أما إذا قيل له لما لا تخرج الزكاة يقول واسمه إن هي كما قال ذاك المعروف ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا حتى قال فأعقبهم نفاقا إلى يوم يلقونه بما كانوا بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. ها اش غادي يديروا ماذا؟ اش غادي يديروا في دولة الإسلام؟ اش غادي يديروا؟ هذا ارتد خرج عن الإسلام. فأيما عبد يجحد الزكاة أو أحد زيد المعلوم من الدين بالضرورة زيد فقد ارتد. من أنكر المعلوم من الدين بالضرورة فقد ارتد أي خرج من الإسلام، خلع ربقة الإسلام. واش غادي يديروا له؟ تطبق عليه أحكام الردة، يستتاب ثلاثا باش يولي. إذا لم يرجع وأصر في ثلاث بعد ما أسمع العلماء وأسمع كذا وأسمع كذا وكان يقول لك أنا مسلم وكان هذا براس. هذا من تكون الدولة الإسلامية
حينما يمتنع الإنسان عن إخراج الزكاة في حالتنا كهذه، أي لا توجد الدولة التي تقوم بمهمة جمع الزكاة وتوزيعها بحالنا احنا، ما خرج واسمه شكون، واسمه غادي يصرى له، واسمه غادي يصرى لا شيء. من ناحية نتاع السلطان ما كانش اللي يتابعه، يتابعوك على الضريبة ويديوك على الحبس ويسيزيوك على الضريبة. الزكاة ما كان مشكل، حتى واحد ما يهدر لك عليها. الضريبة كيقول لك تل... مثلا التفية 20% خموس ديال المال ديالك، أي حاجة تشريها 20% كتمية، في الضوء، في الماء، في تريسينتي، في السكر، في الزيت، في كل المواد 20%. أنت كاع ما تحس بها، دينها لك لا لا يزيدها لك. حاجة دير 6000 فرنك راه يديو فيها 20%. شحال 20% مثلا في 6 شحال؟ 6 في 2 1200، 1200 مشات الميزانية في 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 البند تاع المداخيل ديال الضرائب المباشرة والغير المباشرة. ولكن شكون اللي يقول لك ما كاش؟ إذا من الذي يجعلك تخرج الزكاة في مثل هذه الحالات؟ إيمانك بالله. وإذا ترك الأمر في مثل هذه الحالات للإنسان المسلم أن يخرج الزكاة، فلا أخفيكم أن هناك دواعي كثيرة تدفعه لكي يترك الزكاة أو يتملص منها أو لا يخرجها على حقيقتها، لأن الدولة تعينك على حسن الإخراج وحسن الأداء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج المسلم الزكاة حتى يفك لحي 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. وربي ربي ربي وربي ربي 70 شيطان، واحد يجي يقول له واش تخلي ولادك؟ أرى المسكين ما كانش الركابي ديالو قداش؟ واش من كذا كذا كذا، ويجيب لك 100,000 100,000 شبهة. وعلاش؟ باش يوخرك ويديرك. او يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن عمي وبقيت حايل ما قدلكش، اش يدير لك؟ معليش خرج خرج ذاك التالي اللي عندك في الحانوت اللي ما بغاش يتباع. ويجعلون لله ما يكرهون. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. تدرون لماذا؟ لأن هابيل قدم أجود ما يجد في قطيعه، فقبل الله ذلك وأرسل نارا فأخذته، وقدم قابيل أردأ ما عنده في إنتاجه اللي نقول احنا الكرفة القمح ويجعلون لله ما يكرهون. جعلت لربك الذي أنعم عليك اللي شيط عليك مول النعيل يعطي النعيل دع فردة واحدة هذه زكاة، يعطي البلغة اللي ما تباعتش هذه زكاة، يعطي ذيك المواد اللي انتهت الصلاحية ذاك الطعام اللي فات التاريخ انت عاود تحسبه بالثمن هو كمل قال لك هذه زكاة، تعطيه ذاك الثوب اللي ما بقاش قاعد يتمشى لك تماما ما بقاش قاعد يتمشى في السوق وتعطيه بالثمن تاع، يقول لك انا خرجت الزكاه. فالشيطان لما يعجز على ان يجعلك تتردد في اخراج الزكاه يقول لك الحاله سهله، خرج ذاك الشيء اللي عندك ذاك التالي اللي ما يديرش بالسلام عليكم. هو ديك المرتبه الثانيه، والمرتبه الثالثه واش ميه واش ميه ها أتبقى تدير الحساب مع صدر ربي أنا طيفة، وتبقى تنقص نيشان تنقص نيشان هذه لا هذه كذا وهذه كذا وما يحسبش ويبقى يدير كذا وهذه ما كانش نحسبها وهذه فات عليها الأخر ما بارقاتش تنبع ما نحسبهاش ويا ابن عمي يبقى يقلل وهو يزيد 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 حتى يجي لواحد النهار يبقى يقول ذاك المكفس اللي غادي يخرجه ما يخرجش في ذيك الوقت وغادي يخرجه من بعد وهذاك اللي خرجوا من بعد كاع من بعد زين ما يبقاش يخرجوا ولا خرجوا لمن يعطيه البنت أو شت ولا الاختو. وانا هذه الاسئله اللي كتجيني يوميا، واش نعطي الزكاه لولدي؟ واش نعطي الزكاه لبنتي؟ واش نعطي الزكاه؟ يعني هذا اللي اقتنع باللي غادي خصو يخرج الزكاه السؤال ديالو واش نعطيه لولدي واش نعطيه لبنتي؟
شتو إبليس فين مشى؟ ولذلك لم يترك الله هذه المسألة لأهواء الناس. فإن كنت تؤمن بالله تعالى فهذا ركن من أركان الإسلام، عليك أن تخرج زيد بالحساب وتزيد. علاش زيد؟ علاش زيد؟ علاش زيد؟ علاش زيد؟ توفي. وإبراهيم الذي وفى، انت جاتك في الزكاة 625,340، دير 630,000. خويا عيسى مني يقول لي بدي تبقى ذيك 50,000 ولا يزيد، يقول لي يزيد 50,000. واحد السيد كان يجيب واحد الزكاة ويجيبها نيشان 504، قال لي ويا بن عمي الحساب مع ربي، ويا بن عمي يا بن عمي. ودرت باللي نسيت شي حاجة ما حسبتهاش، درت شي حاجة تودرت تحت الكونتوار، درت شي مليينات ولا راك تسالهم شي واحد ونسيتهم. زيد صاحبي زيد، ثم زيد، ثم زيد، أن تخرجها من أجود ما تجد. هذه النقطة الرابعة. شوف، وفي الكمية، ثانيا الكيف، الجودة، أجود ما تجد، ثالثة زيد، ثالثة زيد زيد زيد، أن تخرجها طيبة نفسك ولست كارها، انفقوا طوها أو كرها لن يتقبل منكم. تنفقها وأنت كاره، تسبق روحك الجنة وأنت كاره، تشري الجنة بالمال، وما أرخص الجنة إذا كان ثمنها المال، والمال هو مال الله. يعني شوف اللي عجب، شوف زيدي اللي عجب، شوف اللي عجب زيدي، شوف اللي عجب. طيبة. والرابعة اسمها أن تكون زيد أحرص على الأجر أكثر من حرص الفقير على المال. الرابعة. الخامسة زيد، أن تخرجها مخلصا لوجه الله، مخلصا لوجه الله. فإن من جملة السبعة الذين يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. مخلص، مخلص. سادسة زيد، أم تعطيها سرا للمسكين ولا تفضحه بها. كيقول سيد ربي سبحانه عز وجل، إن تبدو الصدقات فنعمائي. هذه فقاش، فقاش تكون مزيانة، حينما يكون الأمر يستدعي تشجيع الناس للإنفاق من أجل مشروع مجتمعي. أما المسكين فاحفظ كرامته، فاحفظ كرامته. كان بعض السلف الصالح يمشي عند الصباط نتاعو كيصلي ويجبد ديك البركه ويديرها في واحد الكاغط، في واحد الكاغط ويديرها له في هذا البلغه ديالو، كيجي يصيبها ويبقى يقول ديال من ديال من دمه، فلا يعرف، فلا يعرف. كان فقراء اهل المدينه على عهد علي بن الحسين زين العابدين يجدون قبل الفجر المؤونه في اول يوم من كل شهر، ولكن في احدى السنوات أصبح كل هؤلاء اليتامى يتساءلون لماذا غاب التموين، فلم يعرفوا صاحب التموين حتى مات علي بن الحسين. فلما جرده من جاء ليغسله وجد آثار الحبال على ظهره، فعلموا أن صاحب ذلك العمل في الليل البهيم كان ابن بنت رسول الله. الله 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 الله، ها، يحفظ له الكرامة، يحفظ له الكرامة. هذه بعض هذه الشروط اللي تعظم الأجر ديال المخرج إن شاء الله تبارك وتعالى. ها، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو تحدثنا عن لمن تعطى، وتحدثنا عن خلق المعطى له، وتحدثنا عن فلسفة الزكاة في الإسلام، وتحدثنا عن أنواع الأموال المزكاة، وتحدثنا عن قضايا العصر في كيفية استعمال الزكاة في معالجة الفقر ودفع عجلة التنمية، فكل واحد من هذا يحتاج إلى بحث. وحسبي، وقد سألتموني وطلبت مني
أن أعطي بعض هذه إن شاء الله تبارك وتعالى يعني الإشارات الخفيفة حول هذه الفريضة التي كادت في زماننا أن تصير غريبة. ما هي شروط الزكاة؟ الشرط الأول زين أن تكون مالكا للمال. نعم بديو بالشرط الأول. الشرط الأول أن تكون مسلما فلا زكاة على غير المسلم. الشرط الثاني أن تكون حرا لأن العبد مملوك والمملوك لا يملك فلا يزكي مال سيده إلا إذا أمر من قبل سيده. إذا الإسلام والحرية. الثالثة أن تكون مالكا للمال يكون في ملكك. رابعا أن لا يكون مالا حراما فالمال الحرام هو في عداد المال زيد الغير مملوك. لا يقر الله تعالى بامتلاك المال الحرام. مال الحرام ما مقبولش فيه الزكاة. والخامسة إن شاء الله تبارك الله الشرط الخامس اسمه أن يبلغ النصاب. النصاب بتاع الزرع والقمح خمسة أوسق 6 قناطر وثلاثة 53 كيلو. أيوة. والنصاب إن شاء الله تبارك بتاع المال شحال القيمة بتاع 85 غرام ديال الذهب على حساب الذهب المتوسط عيار 21 ماشي 18 ماشي 24 يديروا الوسط. النصاب تاع الشاه 40 نتاع البقري 30 نتاع الجمال 5 ديال الحبوب التي تسقى بالسماء العشر. الحبوب التي تسقى بإنفاق الرجل على ضيعته يشري المزيوت ويشري كذا وش شحالت ها ربع العشر زوج ونص. واللي تسقى شوية بالماء وشوية تدير له بالآخر 5% هكذا. ولذلك يعني الإسلام راه إن شاء الله تبارك وتعالى حدد كلش. ثم الشرط السادس أن يحول عليه الحول. يحول الحول هذه 6. الإسلام والحرية لأن حتى لا مكاش بالغ يخص يخرج عليه بوا. الإسلام والحرية والملكية للمال كل مالي وأن لا يكون حراما الحرام لا زكاة فيه وأن يبلغ النصاب وأن يحول عليه الحول. هذه شروط إذا توفرت يخرج الإنسان الزكاة. إذن هذه مواضيع كلها يعني تتطلب إن شاء الله تبارك وقفات ووقفات. والزكاة هو موضوع طويل ومن أراد أن يتوسع فإن فقيه العصري كتب كتابا لم يكتب في الموضوع مثل هذا الكتاب بشهادة كل الفقهاء وعلماء هذا الزمان. هو تعرفه اسمه كتاب تعشي زيد أخو فقه الزكاة للدكتور الخراضاوي. فهو فريد في موضوعي تطرق إلى الزكاة نتاع التجارة نتاع الأسهم نتاع الكمبيانات نتاع الزروع نتاع الثمار نتاع الكراء نتاع الزكاة نتاع المال المنقول المال الثابت الوتسمات الديار كل شيء. كل شيء فيه تفصيل عجيب نعم بالتدقيق والتفصيل. فجزاه الله خيرا قد قدم يعني خدمة في هذا الموضوع وكتابه يعتبر فعلا يسد هذه الثغرة عند المسلمين. والله من وراء القص وصلى الله على حبيبنا محمد.